عفوا، تفضل السيد الرئيس. غير باش نوروا الحضور الكريم، اولا اضرب عاد السواعي ديال التاخير، راه ماشي معقوله. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه ما عرفناش طبيعه هذه الجلسه، واش ندوزوا كل شيء؟ لان ولا سؤال كما ما عرفناش، غير على الاقل باش يعرفوا، لانه كاين اللي جالس هنا عنده التزامات وعنده كذا، نقولوا راه كاين سؤال لكل فريق، غير باش نوروهم السيد الرئيس، غير باش غادي نكونوا يعني على علم بمجريات هذه ومضمون هذه الجلسة. شكرا السيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس، أشكركم على أنكم وضحتم الظروف اللي انعقدت فيها الجلسة والالتزامات المؤسساتية، وكان اجتماع مع السادة رؤساء الفرق، وتم الاتفاق على أننا سنكتفي بسؤال بقطاع واحد بالأسئلة المدرجة في القطاع الأول حتى يتم تدبير الجلسة وفق ما هو منصوص عليه في الدستور. وشكرا لكم سيد الرئيس. شكرا.